بقى نشوف مع حضراتكم فيديو جراف تاني، ولكن المرة دي هيكون عن تاريخ وعن قوانين لعبة الملاكمة. اتفرجوا معانا وارجعوا لنا. طيب نروح بقى لرياضة أخرى وهي رياضة الرجبي، ومعانا تقرير عن رسم ثلاث صور عملاقة لنجوم الرجبي، ده للاحتفال بعودة دوري الرجبي في إنجلترا. خلينا نتابع ونرجع نكمل مع حضرتك. حلو جدا. ويعني الرجبي رياضه منتشره على فكره في العالم كله، وهي نشات في انجلترا ومنتشره، انتشر بعد كده بشكل كبير، ويمكن من اكثر الدول اللي انتشر فيه بعد كده هي فرنسا. فرياضه ناس كتير جدا بيحبوها، وهي طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي كل فريق بيبقى 15 لاعب، يعني ليها جمهور عريض. فحلو جدا كمان فكره ان هم يرسموا الرموز بتاعتهم او يعني الرياضيين بتاعهم على الاستاد كده او على النجيله، فدي حاجه حلوه. الرسومات فعلا جميله، بس الرياضه كمان. في الشرق الاوسط وحتتنا احنا المنطقه العربيه ملهاش سوق قوي. يعني هي في اوروبا اكتر، وتحديدا زي ما قلت لك في فرنسا. لا فعلا دي